اهلا بحضراتكم من جديد. ضيف النهارده يعني واحد من المحببين الى قلبي، وقت ما كنت بلعب من الناس اللي ما شاء الله قمه الاحترام، وما شاء الله كمان في الملعب عمل لي جوان كتير. كل ما اتفرج على اهدافي الاقي هو اللي صانع لي الاهداف. هو كان الاوفر بيبقى وحش وميت ووحش ويعني وعلى الارض، بس كنت انا بحيله الاوفر. كابتن احمد صديق، منورنا يا كابتن صديق. ربنا يخليك يا كابتن اسامه، انا اللي سعيد بوجودي معاك، وبعتذر ان متاخره شويه انا عارف، بس كانت ظروف، لكن سعيد بوجودي معاك النهارده. اتغريت علينا انت بعد ما بقيت مدير فني خلاص. لا ما اقدرش والله، بس كانت ظروف كده، لكن بعتذر طبعا مره ثانيه، وبقول الحمد لله انا موجود معاك النهارده وسعيد بده. يعني شاف التقرير ما شاء الله اهداف حلوه. احمد صديق كان بيلعب باك رايت بس بيسجل برضه الحمد لله، يمكن مدافع عصر يعني. يمكن عشان لعبت باك رايت كتير ولعبت هاف رايت برضه كتير حتى من وانا صغير يعني، فيمكن هو التوفيق من ربنا تعالى. ان موضوع الاهداف ده انت عارف يعني هو بيبقى توفيق واجتهاد واكيد تركيز، لكن في الاول والاخر بيبقى توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت بتقطع في اوفرات يعني؟ انا عامل لك جوان كتير يا استاذ، انت عارف هعرضها لك دلوقتي عشان اشوف الجون الحلو ولا الاوفر هو اللي كان حلو. لا اكيد انت اللي محلي الجون طبعا.